درع ده مين اللي هياكله؟ ريال. درع مين اللي قدامي؟ ريان. صبر لي يا رب. تحب انتحر عشان تستريح. عاملين ايه يا جماعه الاخبار؟ طيب انا بستكمل البث تاني مع ريان بمناسبه 500 مشترك اللي وصل لهم. يلا يا فارس صندوق اللي اكل البندق قلعه كورتكس وهوبا. ماشي عدي عدي. يا سلام درع. درع ده مين اللي هياكله؟ ريان. انت حظك ونصيبك تاكل الدرع. عامل لك ايه؟ ليه؟ طب وصل. حلو كده عبود مستريح كده. ما رضيتش اضربك هو ابن العراق. ها عد الجمايل عد الجمايل. درع يبقى مين اللي جاي؟ لا معاه بودي جارد المره دي. ماشي يا عم انت برضه البث المباشر بتاعك ومش عايز ابوظهولك. مش انا اللي ضربتك بقى. بتضرب ليه؟ بتضرب الناس اللي بتلعب بقى. ليه بتضرب متابعيني يعني؟ ليه يا عم؟ ماشي تعالى بقى تعالى تعالى. هي كويس. يا سلام عليك. يلا بينا. اوعى الصندوق. حلو ولا فور ولا ايه. طيب طه خلع. ريان انا ضربته بالدرع وواحد ضربني عبود ضربني وضربته فكده طه محدش لمسه فهو فرق. هنا في حاجة؟ مفيش حاجة. كويس. اه دي اللفة الثالثة انا اطمن عادي. بداية من اللفة الرابعة ابتدي. شفتوا دي لو الرابعة كان زمان اللي لبست الصندوق. خلينا بقى من هنا عشان داخلين على اللفة الرابعة. مين ده؟ تضربنيش تضربنيش. مالك عبود مش مركز ليه النهاردة؟ عبود مش في يومك. يا لهوي الصندوق ده كان فين؟ وسع. تضربش ما تضربش ما تعملش اي حاجة. بس شكرا. اخد من هنا بس كده. يا راجل طولها بقى. ايه اللفة الأخيرة؟ اوعى اوعى اوعى. كنت عايز اخليها 10 تفاحات يعني جت على تفاحة. ماشي لازم استخدمها. ماشي الحتة اللي جاية دي انا خايف يكون فيها زجاجة. هي الزجاجة بتاعتي. ماشي كملي معايا للصندوق اللي تحت. كملي معايا. اه وصل. ايه طولت ال 10 تفاحات في اخر بقى 3 ثواني في البتاع. ماشي. تمام ندخل على اللي بعده. اثار بارن. يلا بينا. هوبا. بص بقى نعمل ايه كده. خلاص خلصته. ايه ده ورايا واقف يا عم؟ سيب لي صندوق. يلا بينا. نط عليك. حلو قوي جالي بادو جاردين يا جدعان مع بعضيهم. للاسف. ايوه التفاح ده لازم. الناس بدات تتساقط قدامي. مركز ثالث بس كده اسمه ده خلع برضه. هو فين المنبه والكهرباء والحاجات الجميله دي؟ فين؟ ما بتجيش ليه؟ اوهو وانت وقعت هنا. ماشي بسرعه. بس ماشي. انسى انسى انسى. كويس. تعالى درع. مين اللي قدامي؟ ريان. صبر لي يا رب.
معلش يابا، انا عارف ان انت طالع بس مباشر والله، بس معلش شغل شغل. انا اشوفك الدرع يجي لي على طول. ما انت بعمل ايه؟ بس هو مش عارف هو معطل نفسه ليه اصلا. كويس. طه انا حاسس ان هو بيبطئ اهو. تعالى طه، تعالى تعالى، في فرق برضو بيننا يا جدعان. لازم هو يتعطل تعطيله حلوه كده عشان اقرب منه. احط له ده هنا كده. ايه يا ريان، ايه يا جدعان؟ اوعى، شفتوا الصندوق الثالث اللي انا كنت حاطه ده؟ تقريبا ما كنتش شايفه خالص. حلو الدرع، حلو الدرع. انا هشوف ريان ولا ايه؟ ماشي طه برضو. ما الله 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 الله، ايه الدروع دي كلها؟ ايه ده؟ تعال ماشي ماشي ماشي. هو ريان ماسك واحد وعمال يضرب فيه، ملناش دعوة هنا، كل واحد في سباقه. هلا كل دي دروع، عشان كده الطريق ده مفهوش ولا كهربا. جت هتجيب لي ايه بقى؟ قنبلة. ماشي يا عم تمام، ندخل على اللي بعده. انا بي برو. هوبا، انتبه خلفك. خدت من الصندوق ريان. ماشي يا عم، ماشي يا عم. كويس، شفت اتضربت ازاي؟ شفت شفت، انا خدت الصندوق ضربتني في الضرب على طول. يا سلام، وسع وسع وسع. ما كانش قصدي، انت اللي دميت عليا، انت اللي ضربت نفسك. ما ضربتكش انا يا ابن العراق. ماشي كويس كويس. ازيك يا طه؟ عامل ايه يا طه؟ ازيك يا طه؟ عامل ايه؟ انا عارف انت هتفضل تضربني في قنابل دايما، يجي له قنابل دايما. اوعى حد بيحاول يضربني. ده مين اللي ورايا؟ ده ريان. يا لهوي، يعني انا بقيت ما بين طه وريان. حلو حلو، ده كده عشان لما ريان يجيبني افرقعه فيه. فوز زجاجة يا عم يا عم. تعالى طه. يا لهوي، على اخر فسوة. قنبلة. ماشي ريان، عبال ما تيجي. يا خدتش صندوق، خدتش صندوق، سيب لي صندوق يا طه. ايوه انا بثبت. ما رميتش الازازه، ما رميتش الازازه. ماشي يا ريان، ماشي يا ريان. لسه فاكر تجيب صاروخ دلوقتي؟ ما طه كان قدامي ولا ثلاث ساعات. ايه حظ في الايتمز يا جدعان؟ يلا مش مهم، مش مهم. اللفة الأخيرة. ريان اتضرب، استنى استنى. خد 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 الضرب وسبقته. بس كان بعيد. ماشي ماشي ماشي، نعوض في اللي بعده. حاجات بتبقى فرق في سفيس كده. هوبا، وسع. استنى عمو استنى. هاخد اقول لك تعالى. بص انا يجي لي ايه؟ انجن. هو يجي له قنبله، يعني مش يجي لي صاروخ، لا يجي لي انجن. ايه ده، انتوا تضربوني انا والمتابعين بتوعي ليه يا جدعان؟ تعالوا. ماشي يا عم،
ماشي لغى مرايين براحتك. انا مش هسيبك برضه. مش هسيبك. مش هسيبك. انا في التحدي الزمني في الطريق ده فاكر ان انا كنت كويس يعني. ما علينا مش مشكلة. تعال تعال انت يعني مش فارق عني خالص اهو. تعال فين بقى التشكيلة اللي هنا؟ اوهوهو حتى البتاعة اللي هي بتجري دي بتزاولني. بتخبي الصندوق وراها عشان انا ما اشوفوش. اوعى اوعى اوعى. يا سلام عليك. بدأت تفهم. كمان درع بقى. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا ابن استراب. يا سلام. حلو ده. اوعى ايوه ما يداش ما يداش عشان داخل. يا سلام. حلو قوي كده داخل اللفه الرابعه وانا معايا درعين الحمد لله. حلو جدا. حلو جدا. مسيرك هتلبس رايات. كويس 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 كويس. تعالى ده مين ده؟ ولا ولا ما ابعد عني ابعد عني ابعد عني يا عم ابعد عني. وين الضرب وين الضرب؟ استنى يا عم. تعالى رياه يا عم ارحمني. ده انا شايلها لك يا حبيبي ومعايا واحده تانيه عشان حاولت تجيبني يعني. اوه دي راحت 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 ازاي؟ هو عبود ده ضربني صح؟ ماشي مش مشكلة مش مشكلة. حاول تجيب دراع تاني بسرعة. حاول تجيب دراع تاني بسرعة. ماشي مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. أنا عارف إن اللفة الأخيرة بتيجي كهربا. تعالى على بختي وبختك يابا. ازيك ازيك عامل إيه؟ ازيك ما تزقنيش بقى يا عم أنت معايا مفترض. اضرب يا عم. يا تلك بلفع وكل ده جدعان عشان بقيت المركز الاول. كل ده عشان خلاص يا عم جدعان. طب انا اسف. طيب قرب مني قرب مني. تعالى خد القنبله دي رايان. القنبله جابته. عيب عيب عيب. سابقني كده لازم ابقى مركز اول. ندخل على اللي بعده. حطيت اوكسايد وهوبا وسع كده. يلا تعالوا بقى يا عم جيب لي قنبله جيب لي صاروخ اضربه. تفرق قوي القنبله في اول اللفه. قنبله او صاروخ او كده بتفرق جدا 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 يعني. كان زمان يضربه هو دلوقتي ورا خالص. ازيك يا يوسف عامل ايه يا يوسف؟ ابعد عني بقى عشان ما تتطبقش. تعالى سايب حاجة مش سايب حاجة. لا يا جدعان بقى يعني اوخد. اول ما المس التربو الازرق كده ولسه هبتدي بيها انا. انت بارد يلا. جايب لي درع بعد ما اتضربت ده انت بقى وبتتعك يعني. ماشي كويس. انا حاسس حاسس ان في صندوق او حاجه على السرعه. كويس بقى مش عايزين كهربا تاني بقى مش عايزين كهربا تاني. كويس. اوعى الصندوق. اوعى ماشي. اوعى اوعى ايه ده كله الفرح ده؟ ماشي كويس عند السرعه اللي بتدي تربو ازرق فمش مشكله يعني. ما تعطلتش غير اجزاء من الثانيه. في حاجه هنا؟ لا اتنضف حد لابس الصندوق يا عيني.
ولا كويس ان انا هنا ما ضمش على اول صندوق، كنت هلبس في الصندوق الاخضر واقعد اعيط. كويس كويس كويس. ماشي 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 ماشي. يا ربنا يا الله. هو انا ليه لازم افقد سرعتي في اللفه الرابعه؟ سؤال حير العلماء وحير الفيزيائيين وحير اينشتاين اللي مات من 90 سنه. خدوا بقى زجاجه هنا. يلا حاطط حاجه؟ مش حاطط حاجه. امسك بقى سرعتك ويلا. يا برررررر امسك امسك. مين ده؟ هو لبس في حاجة لبس في حاجة لبس في حاجة. كويس 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 عشان اعوض اللفة اللي ماشي. ناخد السرعة دي. كويس كويس كويس. لا 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 اهو ما خبطتش. انا ما خبطتش. وازاي ما حدش لبس فيهم يا جدعان؟ قدامي شوية حلوين الصراحة، يعني هو لو يفقد التربو الأزرق وأنا أطول بالتربو الأزرق هبقى كده. خلاص خلاص عند النهاية أهو خلاص. مفيش أمل. ده واقف لي. حبيبي تعالى. ده في كهرباء جاية. يا نهار أبيض. اجري اجري أنا محتاج. ماشي ماشي خد الصندوق. خد صندوق. حقتش. يا عم هو كل كهرباء تجيب لي درع ولا الدرع ده الريان ولا ايه؟ تعال يا ريان تعال اعمل لك مفاجأة حلوة. اه الحظ يا جدعان. في ايه في ايه؟ كل مرة كهرباء تضربني بعدها يجي لي درع على طول. في ايه يا جدعان؟ هوبا. تحب انتحر عشان تستريح؟ اش حاجه والله. انت اللي ماشي جنبي وجالي درع على طول. في ترمومتر او في افوميتر بيقيس تقريبا فبقى كده. طيب اجري اجري اجري. حلوه الضحكه بتاعتك. بس انت مستفزه لما انت تبقى مضروب وهو يضحك. يعني انت معايا ولا معاهم ولا ايه؟ ماشي اجري بقى اجري عشان هو جاي يجري ورايا وناوي يضربني. انا عارف. ماشي. يا نهار ابيض ما ينفعش افقد سرعتي. هو اللي جاي وراي. كويس كويس كويس. خلاص ده كده بقى تحدي زمني بيني وبينه. اجري اوعى الصندوق. حلو جدا. ماشي كويس 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 كويس. ولا يا ماري يا لهوي. ماشي ماشي ماشي. ما زالت المسافة يعني قريبة من بعض. ماشي ماشي ماشي. بيتش بتفاجئ بالازاز الحمراء. خلاص حلوة وحلوة. أهم حاجة ما فقدش السرعة. أنا لو فقدت السرعة هيسابقني. ماشي الزجاجة الحمراء اللي كانت هنا اختفت. خلاص فاضل اخر لف اخر لف اخر لف اخر لف. يا ايه انت لسه موجودة. ماشي الصندوق اتشال بسرعة بسرعة. قرب يا جدعان. لا لا لن اسمح لك لن اسمح لك لن اسمح لك. اجري 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 اجري. يا لهوي يا نهار ابيض. ده فرق اقل من نص ثانية بينا يا جدعان. يا لهوي عيب عليك. مركز اول لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة. بس انا كده في طريقين دخلت فيهم مركز اول. في كابوس هنا والطريق ده والطريقين هو كان ورايا بالظبط.
تمام. الف مبروك يا اسطى على 500 مشترك. اول كده ما توصل 1000 مشترك خش يا جدعان اشتركوا كده عنده واعملوا له خلوه يوصل 10000 مشترك ولا حاجه. تمام وبكده يكون خلص فيديو النهارده. ما تنساش بقى لايك وسبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت السنه اللي فاتت اللي جايه. يلا سلام.